المدير محمد محمود مباريك المقيم في بلجيكا صحيفة إخبارية رقمية تسمى ماروكليكس، تتألف بشكل أساسي من عدد قليل من الصحفيين المغاربة المعادين للمغرب والذين تم تعيينهم في المملكة البلجيكية بهدف رئيسي هو نشر الأخبار اليومية المغرضة للمملكة المغربية. فمثلاً كان فيما سبق قد روج لوفاة ملك المغرب حفظه الله ورعاه، وروج لمئات الأخبار المعادية للمغرب تماما كما يفعل الإعلام الجزائري. لكن الآن وبعد شكوى قدمها ضده ما يسمى بممثل البوليساريين في البرازيل إمبوريك أحمد، ستصدر المحكمة الابتدائية في بروكسل حكما في 27 أكتوبر المقبل. فقد قرر هذا الأخير أن يفضح عصابة البوليساريو أو ما يسمى في الجزائر دولة رصد الوهمية. وللتذكير فإن ممثل رصد الوهمية في البرازيل إمبوريك أحمد المعروف باسم الكاناريو قد وبخ وانتقد المدون الصحراوي محمد محمود مبارك على منشوراته حول الفضيحة التي أثارها في عام 2018 للمواطن البرازيلي فرانسيان بنشيمي المعروف باسم ماياتيان. بانتظار صدور حكم المحكمة البلجيكية قرر السيد محمد محمود مبارك نشر سلسلة من المقالات المتعلقة بتجربته الخاصة في الأجهزة السرية لجبهة البوليساريو والذي اعتبرها منظمة فاسدة بالفساد. المقالات التي سيناقش فيها بتفصيل كبير عمله داخل أجهزة المخابرات البوليسارية. هذه المبادرة التي أطلقها محمد محمود مبارك تهز بالفعل الجزائر والبوليساريين بسبب تهديده بكشف فضائح الجزائر والبوليساريو. في انتظار هذه المقالات التي ستكسر بلا شك الصورة المزيفة للجبهة والجزائر، نقول لكم اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين.